الأحداث اللي وقعت نهار 16 ماي 2003، هذاك اليوم الأليم اللي ما كنقدروش نتفكروه، ملي كنتفكروه بحال يلاه البارح. هذيك الأحداث اللي وقعت أحداث أليمة، ما عمري ما كنت كنتوقع أن راجلي غادي يكون في هذيك القهوة وأنه غيموت وأن المشوار ديالو غادي ينتهي في هذيك اللحظة في هذيك الدقيقة. بأن كنا كنخططوا للحياة زوينة، الحياة أن غادي نكملوا، عندي ثلاث البنيات، كان عندي أملي أن راجلي يكون حدايا ويكمل معايا المشوار ديال وليداتو باش يوصلهم لداكشي اللي كيتمنى واللي بغى. ولكن للأسف هاد الإرهاب اللي جاء ووقف لنا حياتنا، أنا ما كنسمح لي لا دنيا لا آخرة. أنا النهار اللي سمعت الإرهاب في الليل وما قدرش نخرج نشوف شكون اللي مات وشكون اللي ما ماتش، لأن ما عنديش الحق نخرج كمرأة في الليل وعندي ثلاث البنيات ونبرك نقلب عليه. حتى الصباح هاد نط كنسول وما كانتش عندي فكرة، راجلي ما دخلش، كانت شداتني الخلعة وعرفت بأن راجلي كان في لاكاسا، ولكن ما قدرش. ولكن لقيت اللي خرج وبقيت نقلب ولقيت خوه مشى لامور وخرج عندي وقال لي شنو لابس، وقلت ليها شنو لابس، وفي الأخر عرفت بأن راجلي مات. تما ما نكذبش عليك، بانت لي الطوموبيل كنت غندخل فيها، غير ديك الهستيريا اللي جاتني انني ما بغيتش حياتي توقف في ديك اللحظه وفي ديك الدقيقه. كل شيء داك الشيء اللي كان تيتصور لي راجلي في حياتي بان قدامي، ولكن للاسف كل شيء ضاع. والحمد لله نضنا ما لله ما اعطى ولله ما اخذ، وليت تقبلت اشنو وقع. والحمد لله كانت المسانده من عند سيدنا الله ينصرو والله يخليه لينا ووقف معنا وكل شيء، باش الحمد لله تخطينا داك الحزن. ولكن داك الحزن كيبقى في القلب الداخل، ما كيعرفوا عين اللي حس به. ودرنا اننا خصنا نديروا جمعيه باش نكملوا الدراسه لوليداتنا ونوصلوهم ونسيوهم الارهاب، ونخليوش الارهاب انه يقضي علينا، حنا نقضيو عليه. قضيو عليه باش اننا وصلنا وليداتنا وكملنا لهم دراستهم. والحمد لله كان الدعم من جميع السلطات، وكان الدعم من جميع الناس اللي كانوا وقفوا معنا اننا نديروا اليد في اليد كجمعيه، واي حاجه بغينا الا وكيوقفوا معنا. من الاحداث ديال 16 ماي الامن الوطني كنشكروا انه داير واحد الوقفه، وقفه واعره، انه وقف لهم بالمرشاد. اي بلاصه كيبان فيها الارهاب الا وكتلقى الامن الوطني واقف مراهم. والحمد لله راه بلادنا بلاد السلم، بلاد الحب، بلاد معروفه عالميا انها بلاد السلم، ونتمنى تبقى دائما هكا ما تكررش، حيت هادشي اللي الا تكرر بحال اللي طرى لينا راه خساره للبلاد. وتنتمنى الارهاب الله يهديهم، والناس توعي ولادها بان الارهاب ما كيخلي عير الفلاس، عير الايتام، عير لا 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 لا, لا, لا. هذاك اللي كيدير الارهاب وداك اللي كيديروا ليه غسل دماغ، الانسان خصو يرد البال لوليداته. كينتحر اش كيستافد؟ راه ما كيستافد والو. راه ملي جينا كنشوفوا هذا الارهاب اللي وقع علينا حنا، بغينا نشوفوا الاستفاده ديالو، داك الناس اللي قتلوا اش استافدوا؟ ما استافدوا والو، الحياه تستمر. هاي صافي، هما قتلوا هذوك استافدوا، راه حنا كندورو كنرجعوا للنقطه كنلقاو راسنا دوك الارهاب ما كيستافدوا والو. لهذا الوليدات علاش حنا هاد الذكرى كنديروها كل سنه، على داك الشباب اللي ما حضروش لذاك الشيء اللي وقع في 2003، نوريوهم ان راه ما استافدوا دوك حتى شي حاجه، راه الحياه تستمر، راه حنا عايشين. الوليدات هما هذوك اللي ماتوا مساكن، الله يرحمهم ويجدد عليهم الرحمات في هذا النهار العظيم ديال 20 سنه اللي فقدناهم. جينا باش نحيوا الذكرى، وجينا باش نترحموا على ارواح الضحايا، وجينا باش نقولوا للجميع اننا ضد الارهاب وضد التطرف. تنحيوا الذكرى، 20 سنه مرت بما لها وما لا عليها بالالم ديالها، والحمد لله استطعنا ان نكملوا المشوار مع وليداتنا حتى وصلناهم رغم الالم. تنشكروا السلطات اللي كانت سباقه لواء الارهاب في المهد ديالو، وكان ديما الشعار ديالنا اننا لا ننسى، والحمد لله انتشرت الحياه. هما قتلوا الارواح نعم، ولكن ما هدموناش. فهاد الوقفه تنبغيو نقول لهم احنا مازال مستمرين، والحمد لله احنا في واحد البلد امن وامان، يضرب به المثل في بالامن ديالو. انا كزوجه كنت انا كنحلم بحال اي زوجه اني يعني نكمل حياتي مع الزوج ديالي، وانا غادي كنا كنرسموا واحد المستقبل للدراري. مع الاسف جات يد الغدر وحرمته من الحياه، ولكن كيف قلت لك الحمد لله اننا استمرنا رغم الالم. انا نقول لك نسينا ما نسيناش،
ولكن تنحاولوا نتناساو باش علاو ديك الوليدات هاد المتطرفين هاد الارهابيين انكم كتقتلوا واحد الروح بريئه وكنقول لهم بان كتديروا هاد الشيء باسم الاسلام والاسلام بريء من هاد التطرف وش غنقول لك كنقول لهم الله يهديهم لانهم حتى هما راه كيخليو ايتام تيخليو والدين تكالة حتى هما راه تيخليو ضحايا من موراهم